وبعد هذا الاحتفال استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاعبي المنتخب المتوجين بالمونديال الروسي. توجه قائد المنتخب الفرنسي الحارس المخضر محاجور لوريس لاعبي المنتخب الفرنسي حاملا كأس العالم من أجل الاحتفال به مع لاعبي الديوك برفقة الرئيس الفرنسي أمام قصر الإليزي. Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Si, hein. L'ensemble des joueurs. Hugo.